إنها معركة جنا قلع كما يسميها الأتراك أو غالوبولي كما يسميها الغرب. يوم من أيام الله اجتمعت أربعة أساطيل بحرية تمثل أربع دول هي بريطانيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا في مواجهة دامية وجها لوجه مع الجيش العثماني. الهدف واضح ووحيد، احتلال مدينة اسطنبول. كانت المعركة معركة حياة أو موت، فبالنسبة للجيوش الأوروبية الأربعة هي استعادة لإرث الإمبراطورية البيزنطية، إرثا خسروه قبل ما يقرب من 600 عام على يد السلطان العثماني الشهير محمد الفاتح. وبالنسبة للعثمانيين هي المدينة التي صدقت نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية. إن تمايز الرايات في المعركة وبشكل كامل كان ينذر بمواجهة من أكثر المواجهات دموية عبر التاريخ، لأنه يمثل تصادما ومفاصلة بين عقيدتين في معركة لا وجود فيها للتنازل أو الاستسلام. تقدمت الأساطيل الأربعة مخترقة مضيق الدردنيل فاتحة أبواب جهنم على دفاعات العثمانيين. كانت تقود الهجوم البحري الكبير أضخم ثلاث بوارج على الإطلاق، إنفليكسيبول العنيدة، إرزيستيبول لا تقاوم، وأوشين وهي أضخمهم على الإطلاق. لقد بلغ تفاؤل الأوروبيين بالنصر درجة أن الشركات السياحية الغربية بدأت قبل المعركة بعدة أشهر ببيع تذاكر الرحلات السياحية إلى مدينة اسطنبول. بل أكثر من ذلك، أرسل الجنود البريطانيون برسائلهم إلى أهليهم يحددون لهم أن يوم 20 من آذار سيكون موعد الاحتفال الكبير بالنصر وسط اسطنبول. على طرفي المضيق كانت إحدى كتائب المدفعية التابعة للجيش العثماني، ومهمتها مهاجمة البوارج الصليبية قد دمرت بالكامل، حيث اختلط الحديد والتراب والحجارة بأشلاء الجنود العثمانيين نتيجة القصف الجنوني من الأساطيل المهاجمة. ومن بين الأنقاض والأشلاء والمدافع المدمرة نهض جندي عثماني ما زال على قيد الحياة يدعى سعيد شابوك. نظر حوله فلم يرى شيئا من كثرة الدخان والغبار، صاح على رفاقه فرد عليه رجل واحد فقط: لقد مات الجميع ولم يبقى إلا أنا وأنت. نظر سعيد إلى المضيق فشاهد البارجة أوشين تتقدم الهجوم، وفوهات مدافعها كالحمم البركانية تطلق النار في كل اتجاه. صاح برفيقه لنذخر المدفع، أجابه زميله: مستحيل. لماذا؟ لأن الرافعة التي تحمل القذائف دمرت بالكامل. كانت قذيفة المدفع العثماني تزن 250 كيلوغراما، وتحتاج لرافعة وسلم لوضعها في المكان المخصص للإطلاق. نظر سعيد إلى القذيفة بعينين كعيني النمر إذا حرب، ثم قال: سأرفعها لوحدي. وبدأت المحاولة المستميتة. كان كل شيء في جسمه ينذر بالانفجار، أعصابه وعروقه وعظامه، وببضع خطوات صغيرة مترنحة وثقيلة تعدل خطوات جيش بأكمله تمكن من وضع القذيفة في مكانها، ثم صوب باتجاه البارجة أوشين وأطلق قذيفته مع صيحة: الله أكبر. أصابت القذيفة مقدمة البارجة فانحرفت ودخلت في حقل ألغام بحري، وبدأت الانفجارات فيها. على طول مضيق الدردنيل اختلطت تكبيرات مئات الآلاف من الجنود العثمانيين بدوي المدافع وهدير الانفجارات. كانت مأثرة حقيقية بدون أدنى شك. ومع فشل الهجوم البحري ترجلت الجيوش الأوروبية الأربعة لتبدأ المعركة البرية. كانت معنويات الجيش العثماني قد حلقت في السماء، فقد انقسم الجيش إلى قسمين: جنود أشهروا بنادقهم وأئمة رفعوا أيديهم. تلك هي متلازمة النصر الوحيدة عبر التاريخ، أن تستفرغ الوسع ثم تلجأ إلى الله. يصف المؤرخ العالمي الشهير أرمسترونغ اندفاع المشاة العثمانيين لقتال البريطانيين قائلا: واندفعوا موجة بعد موجة وكأنهم الوحوش المزمجرة، وبأيديهم الحراب مشرعة، ثم هجموا على فرقتين بريطانيتين فأبادوهما عن بكرة أبيهم. ثم يقول: ما حد حدث في جناق قلعة لا تفسره القوانين التي تعارف عليها الناس، فقد غابت هذه القوانين وحلت محلها إرادة الله. علم الجيش العثماني أن خسارة المعركة تعني خسارة اسطنبول، وخسارة اسطنبول هي نهاية الإسلام في تركيا. فاستمات الجنود والضباط في المعركة حتى سقط من العثمانيين 250 ألف قتيل، وسقط من الأوروبيين أكثر من 300 ألف قتيل، وانتهت المعركة بنصر
حاسم ومؤزر للجيش العثماني. إنها جناء قلعة، اليوم الذي انتصر العثمانيون فيه على 4 جيوش مجتمعة. في نهاية المعركة تقدم الضابط العثماني آمر وحدات المدفعية من الجندي سعيد وسأله: كيف تمكنت من رفع قذيفة زينتها أكثر من 0.25 طن؟ أشار سعيد بإصبعه إلى السماء ثم نطق بكلمة واحدة: الله. قذيفة واحدة ورجل واحد يغيران مجرى التاريخ. لم تكن قذيفة سعيد عادية أبدا، إنها تجسيد لإرادة الله سبحانه وتعالى في أعظم سننه على الإطلاق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأغرب مما مضى أن قيادة الجيش العثماني طلبت من الجندي سعيد رفع القذيفة ليقوم بتصويره، فعجز سعيد عن تحريكها فضلا عن رفعها، فصنعوا له قذيفة من الخشب تشبه القذيفة التي أطلقها، ورفعها سعيد على ظهره لتوثيق لحظة يصبح فيها رجل واحد بأمة كاملة. ختم سعيد تلك الصفحة المشرفة من حياة الجيش العثماني حامل لواء الإسلام لأكثر من 600 عام بعبارته الشهيرة: إذا هاجموا اسطنبول مرة أخرى فسأرفع القذيفة لوحدي مرة أخرى. 5 قواعد تحولك من رجل عادي إلى صانع أمة.